متضايق في ده. للبرلمان يعني هو البرلمان يعني مين يعني ايه؟ هو البرلمان مين؟ البرلمان ده مش منتخب زيه زي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه خلطبيطة اليوتيوب، وحلقه جديده وحلقه متنوعه شويه وغريبه عن الحلقات اللي فاتت. النهارده هنتكلم عن فيديو وحديث دار بين مظهر شاهين. طبعا ده المفروض كان داعي من الدعاه او شيخ من شيوخ الازهر، وخالد يوسف طبعا كلنا عارفين المشاكل اللي حصلت له الايام السابقه. لكن لفت نظري فيديو رائع جدا عن حديث بين خالد يوسف وبين مظهر شاهين عن تعديل الدستور. يا خالد يا يوسف، ان كان بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب، انت موقفك ضعيف قوي، فما تفتحش صدرك وتطلع في العلن وتتكلم الكلام اللي احنا هنسمعه كمان شوية. خناقة غريبة جدا، والاتنين بيتناقشوا حوالين تعديل الدستور، ومظهر شاهين دخل في السياسة واتكلم مش عارف في شيء ان هو المفروض ما يخصوش، وخالد يوسف اللي هو كمان اتكلم في السياسة ومفروض انه هو كمان ما يخصهوش. وغريب قوي ان خالد يوسف بالاخلاق اللي سمعنا عنها دخل مجلس الشعب وبقى عضو من اعضاء البرلمان المصري. تعالوا مع بعض نتابع ونشوف القصة والحوار اللي دار بينهم، وكان حوار ساخن جدا بكل مش عارف والله بكل اسف طبعا، حوار ما يصحش يتقال كده ويتعامل بالطريقة دي. خالد يوسف قال عبيد، تعالوا نشوف مع بعض ونسمع عبيد مين اللي يقصدهم خالد يوسف. وانت يا خالد يا يوسف ما استعبدتش حد، ما عملتش اللي انت يعني مش عايز افسر اكتر من كده. انتوا الاتنين للاسف دون المستوى ودون الحوار. تعالوا مع بعض يا جماعه نتابع مع بعض ونشوف الحوار اللي دار بينهم هما الاتنين في حديث غريب جدا سنه 2015، وكان بدري عليه قوي الكلام عن تعديل الدستور. تعالوا مع بعض نشوف ونتابع. الشيخ مظهر شاهين صاحب مبادرة تعديل الدستور. ياسر حضرتك الأستاذ خالد صديق العزيز، أهلا بحضرتك، تفضل. الحقيقة أنا وصلت للأستاذ خالد قال إن المطالبين بتعديل الدستور عبيد أو يريدون أن يكونوا عبيد للرئيس أو حاجة زي كده. فالحقيقة يعني أنا مش متفاهم معنى يعني إيه عبيد. يعني هل إحنا إذا كنا بنطالب بأن يكون الرئيس صاحب صلاحيات حقيقية تمكنه من تنفيذ برنامج انتخابي بعيدا عن ان يكون دكتاتورا، انا اعتقد ان الماده الوحيده اللي تخلي الرئيس دكتاتور هي الماده الخاصه بمدد الرئاسه، ان يكون رئيس يعني يحكم لاكثر من مده رئاسيه، مده 2 3 4 5. هذه الماده نحن لا نتكلم عنها مطلقا. ما بتتكلموا عليها مولانا؟ بنتكلم ايوه عن الماده 147 اللي بتجعل رئيس الجمهوريه غير قادر على اقاله حكومه. ازاي رئيس يبقى رئيس دوله زي مصر وغير قادر على اقاله حكومه؟ بنتكلم على الماده 161 الخاصه بسحب الثقه من الرئيس لسبب يرتئيه البعض دون تحديد سبب. بنتكلم عن يعني الفصل بين السلطات التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه. اللي حاصل دلوقتي ان البرلمان السلطه التشريعيه متغوله الى حد كبير على السلطه التنفيذيه، وصلاحيات الرئيس في الدستور متقصقصه. ايه العلاقه بين ده وبين ان الرئيس يبقى دكتاتور او ان احنا نبقى عبيد يا مولانا للرئيس او ما الى ذلك؟ يا مولانا يا مولانا انت عارف معزتك عندي، وانا لا اقصدك بكلمه عبيد. يعني انا دلوقتي بتكلم، انت حضرتك بتقول لي دلوقتي كلام مرسل، فين صلاحيات الرئيس المنزوعه منه في الدستور بكلام محدد كده؟ الرئيس غير قادر على اقاله الحكومه. طيب ارد على حضرتك؟ ارد على حضرتك؟ اتفضل يا فندم. ارد على حضرتك في كل النظم الديمقراطيه، وحضرتك ارجع لكل دساتير العالم، لو لقيت ان في رئيس دوله يعرف يقيل الحكومه من غير الرجوع للبرلمان يبقى هات لي اي دستور، هات لي اي دستور ديمقراطي في العالم. كل الحكايه بتاعه ان الرئيس بيقيل الحكومه، ان يقيل الحكومه بعد الرجوع للبرلمان ما فيهاش اي يعني ايه اللي مضايق في ده؟ بعد الرجوع للبرلمان يعني هو البرلمان مين يا بيه؟ هو البرلمان مين؟ البرلمان ده مش منتخب زيه زي الرئيس. تابعنا مع بعض الحديث واللي كان نوعا ما شيق على حسب يعني كل واحد شايف الحديث من وجهة نظره.
المهم ما علينا، انا ولا مع ولا ضد ولا اي حاجه من الكلام ده كله. انا كل ما هنالك حبيت اعرض فيديو بس عام 2015، وكان الحديث بين خالد يوسف ومظهر شاهين. واتمنى يا رب كل الحلقه عجبتكم، والتعليقات بقى اتمنى اشوفها اسفل الفيديو، وعايز اشوف تعليقاتكم بايه. اتمنى يا رب اكون قدرت اوصل لكم جزء شيق كده على اليوتيوب. اتمنى مشاركتكم معايا ودعم قناتي بسبسكرايب ولايك وشير. ما تنسوش يا جماعه سبسكرايب ولايك وشير، محدش ينسى دعم القناه. شكرا لكم، وانتظروني في الحلقه الجايه ان شاء الله، وفي حفظ الله وامنه.